بخير لكم جميعا، ونحن في اليوم الثاني في بالي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الأجواء وأن تروا جزءا أكبر من بالي. أفتتح هذه الجلسة بأن أقدم لكم مبادئ حوكمة الإنترنت، وهذه مهمة بالنسبة للمنتدى. في الساعة ونصف القادمة أرجو أن نتقدم في هذه الموضوعات المهمة. الميسرون والمتحدثون سيمرون بنا خلال 3 مراحل، سنستمعوا إلى نظرة عامة عن المشروعات الرئيسية في مبادئ حوكمة الإنترنت التي تم تطويرها واعتمادها من المجموعات الحكومية وغير الحكومية خلال السنوات الخلية الماضية، وسنناقش التشابه والمناطق الاختلاط أو الازدواجية في هذه المبادئ، وسوف نناقش كيف ننتقل إلى الأمام تجاه إطار متعدد الأطراف لمبادئ الحوكمة حول المبادرات والمشروعات الموجودة. الخبراء سيمرون معنا في هذه الموضوعات، وأرجو أن تساهموا معنا بنصيحتكم وآرائكم. الآن اسمحوا لي أن أقدم الميسرين. أولا اثنين من الميسرين، وولفجانج كرينس ووتر على يميني من جامعة أرونز، والسيدة أليس منوة. أرجو أن أكون نطقت الأسماء بطريقة صحيحة، من كينيا، من منتدى كينيا، ومعنا أيضا فهد لينجرز سيقدم لنا تعقيبات وأسئلة من المشاركين عن بعد. آفة الدورية هي المقررة، ستقدم لنا مرخصا لمناقشات. الكلمة الآن لوولفجانج. شكرا سيد الرئيس، مرحبا بكم، صباح الخير جميعا. هذه الجلسة نتيجة نقاش مستمر لمدة سنوات، وحسب ما أذكر في المنتدى الأول عام 2006 ناقشنا مبادئ حوكمة الإنترنت، ورأينا على مدى الأعوام أن هناك مؤسسات ومنظمات وشبكات أكثر وأكثر قررت أن تصيغ عدة مبادئ معينة لحوكمة الإنترنت، وعندما قمنا بإحصائها في باكو في المجتمع الأخير وجدنا هناك أكثر من 25 وثيقة وإعلان وقرار وبيان تعرف مبادئ حوكمة الإنترنت. هذا رائع من جهة، لأنه لدينا مراجع وخطوط إرشادية تساعدنا على أن نفهم أفضل الإطار الذي نعمل فيه، ونحن نستخدم ونطور الإنترنت، وهو أيضا مصدر للارتباك لأنه دعوة لاختلاط المبادئ. كل منا يختار ما يود من هذه المبادئ، مما يؤدي إلى مواقف غير مفيدة. نحن في عالم واحد ولدينا إنترنت واحدة. المناقشة التي تدور دائما، هل ستكون هناك لدينا مجموعة واحدة من مبادئ الحوكمة أم ستكون لدينا 25 إعلان وبيان مختلفة؟ كل طرف
سواء كان المجتمع المدني أو الحكومة أو غيرها، كل مجتمع، كل فئة، كل مجموعة تكون لها مبادئ معينة أو وثيقة معينة مختلفة عن الأخرى، أو تكون هناك مثلا وثائق إقليمية مثل مجلس أوروبا في 25 أو أكثر من دولة. لكن عندنا في الأمم المتحدة أكثر من 200 دولة، فما معنى ذلك؟ لابد، هل يمكن لنا أن نقوم بعولمة هذه المبادئ ونخرج من 25 زائد ونطلع بشيء مشترك، مشروع مشترك عام عالمي؟ 80% من المبادئ متشابهة، هناك مبادئ مختلفة بطبيعة الحال. بالنسبة لـ OECD هذه تتجه نحو الأعمال، المجلس الأوروبي يتجه نحو الحقوق، لكن هذه اختلافات في حدود 20%، 80% اتفاق. فهناك مجموعة أعدت هذه الجلسة، هل يجب أن نختار من 25 مشروع 8 مشاريع مثلا من المجموعات الحكومية وأربعة من المجموعات غير الحكومية، حيث تطرح لنا الوثائق هنا والأفكار الموجودة خلف المبادئ، ثم نناقش إلى أين نذهب من هنا؟ ما هي الخطوة التالية؟ السيد الرئيس قال أن هذه جلسة تستشرف المستقبل، وبالتالي المبادئ، هذه المبادئ يمكن أن تكون معولمة. والأجف لا تعطينا الإطار لصياغة الوثيقة، ولكن علينا أن نخترع إجراء أو وسيلة أو تدابير. لدينا كثير من الإبداعات الفنية والسياسات المبتكرة، فهذه ليست نهاية المطاف، بل لابد نحتاج إلى كثير من الابتكار وكثير من الإبداع في صنع السياسات، حتى في وضع السياسات العامة نحن بحاجة إلى ذلك. إذن هذا هو اختبارنا، هل نحن قادرون على أن نقوم بهذه المسؤولية؟ نريد ليس فقط تنسيق، بل عولمة المبادئ بحيث نقف على أرض مشتركة، أم ستكون هناك مبادئ عامة غير ملزمة؟ كانت هناك مناقشات منذ اجتماع باريس حول، وربطنا هذا من مع إعلان حقوق الإنسان من 1948. من الطريف أن نتذكر أن مناقشات حقوق الإنسان كانت مستمرة سنوات وبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، فالمجتمع الإنساني قرر، أو الدولي قرر أن يفعل ذلك، وكان على الحكومات أن تتخذ وثيقة ملزمة حقا على المستوى الدولي تحترم الاحترام لحقوق الإنسان. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة كان هناك جدل، إذا بدأنا على الفور في المفاوضات هذا سيستغرق منا 20 سنة، فلماذا لا نضع المبادئ ونتفق عليها؟ نحن لابد أن تكون هناك حرية التعبير وحرية حقوق التعليم، حقوق الصحة. خلال سنة أو سنتين تم إنتاج هذه الوثيقة غير الملزمة التي كانت تسمى أو سميت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بعد ذلك بعشرين سنة أصبحت اتفاقية ملزمة. إذا أردنا أن نتخذ أو نظر إعلانا دوليا حوكمة مبادئ حوكمة الإنترنت، لابد أن نبدأ بوثيقة
أو إعلان غير ملزم طبيعي أو عالمي الطبيعة يؤمن استخدام الإنترنت والمبادئ التي نريد أن نضمنها في الإنترنت. وأنا سعيد جدا أنه لدينا ممثلين من المجموعات الحكومية والمجموعات غير الحكومية. أنا في انتظار صديقي من البرازيل. كل الأوراق مطروحة على الطاولة ونحن لدينا أليس التي ستدعو مختلف الممثلين لإعطائنا فكرة موجزة عن الأوراق المطروحة والمبادئ التي تضمن هذه الأوراق. أليس شكرا جزيلا فرانك، سعيدة جدا بأن أكون هنا للمشاركة في مناقشة مبادئ حوكمة الإنترنت، وهو موضوع مهم. أنا آتي من المنطقة الأفريقية، نحن لم نناقش هذا بالتفصيل ولم نحاول أن نطبقها على حياتنا العملية اليومية، لكن نود أن نفهم الموضوع ونود أن ندخل في أو نكون رأيا أفضل حوله، حول عملية عولمة هذه المبادئ بحيث تكون ذات صلة وثيقة، وخاصة بالنسبة لنا الذين نناضل من أجل توصيل الإنترنت للناس الذين لا يحصلون على هذه الخدمة. أشكر هذه النخبة الموجودة على المنصة، وأدعو الممثل المفوضية الأوروبية لإعطائنا التقرير الأول. CDC تقول لدينا معظم الدول الأوروبية. شكرا أليس. المجلس اعتمد في ديسمبر 2011 مبادئ صنع سياسات الإنترنت. الغرض من هذه المبادئ هو ثلاثية. أولا إنه انعكاس لثلاثة عقود من سياسة الـ OECD في صنع السياسات. ثانيا يمثل الشواغل لدى الحكومات والأعمال ومجتمع الإنترنت والمجتمع المدني، وهو إطار سياسات الإنترنت ولخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن القول أنه من واقع خبرتنا الإبداع والابتكار والتنمية الاقتصادية تتعلق ب أو المفتاح يوجد في الإنترنت، وبدون الحاجة إلى معاهدات واتفاقيات دولية نحن نرى أن العمليات التي تقدمها الأطراف المتعددة تتمتع بالمرونة والتصاعدية اللازمة للتغلب على تحديات الإنترنت. علينا أن نجتمع مع بعض في بيئة صريحة حتى نحقق الاستفادة للجميع. وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية فالإنترنت تعتبر مفيدة جدا خلال الأزمات الاقتصادية، وهي مفيدة للاقتصاد ككل. OECD تضع لأعضائها وغيرهم تضع تحت تصرفهم ما لديها من خبرات ومهارات لوضع السياسات وتعزيز اقتصاد أو تحفيز اقتصاد الإنترنت. المبادئ طويلة ولكن أكثرها أو أهمها ثلاثة مبادئ، وهي الصراحة والمرونة وتعدد الأطراف.
وقبل أن أختتم أود أن أقول أن توصية المجلس تعترف بنقطتين مهمتين. الأولى تقوية ديناميكية الإنترنت وحرية الدخول في هذه الشبكات، وهذا يعتمد على الثقة والصراحة. ثانيا الإنترنت تسمح للناس بأن يعبروا عن طموحاتهم الديمقراطية، وأي صنع السياسة لابد أن يتسم بالصراحة ويحترم حقوق الإنسان ويحترم سيرة القانون. وشكرا، شكرا جزيلا. أود أن أدعو إيغور مستشار المستشار الروسي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT. شكرا. شكرا لدعوتي. حيث أننا نتحدث عن حوكمة الإنترنت، أود أن أعلن عن دعم الحكومة الروسية للمبادئ العامة لحوكمة الإنترنت التي وضعتها الـ OECD والمجلس الأوروبي والمنتديات الأخرى. إسهاماتنا في المنتديات والمنظمات المختلفة كانت تنبع من فكرة أن الحوكمة بحكم تعريفها والمنهج الخاص بتعددية الأطراف لا بد من تحريره وتعريف أدوار الأطراف المتعددة بكل تفصيل. الحكومات حيث أنها تلعب دورا مشتركا ودورا هاما في الاقتصاد وقضايا الاستقرار والأمن والبنية التحتية السياسية والوقاية والحماية وقمع التصرفات المخالفة للقانون في الإنترنت أو ما يسمى أمن الإنترنت. أعتقد أنه يجب الاهتمام بهذه الأمور كلها في ظل حوكمة الإنترنت. هذه القضايا ليست قاصرة على المجتمع المدني والقطاع الخاص وحدهما، بل يجب أن تشمل المنظمات الهادفة للربح والغير هادفة للربح والممارسات المختلفة. مع الالتزام في مختلف الوظائف بسيادة القانون. هدف حوكمة الإنترنت أو الحكم الروسي في الإنترنت
هو وضع السياسات والنظم التي تحقق الصالح العام والاستقرار والثبات على الصعيد الدولي، إلا أن نقص الخصوصية في هذه المبادئ وتعدد التفسيرات والشروحات قد يؤدي في المستقبل إلى عدم تحقيق الأهداف. وأعتقد أن حكومة الإنترنت نظام معقد يمكن التعامل معه كمنتج مختلف، منتج فني يحتاج إلى تصميم بعناية، أنا أدعم تماما فكرة وضع الإطار، وفي ذات الوقت يجب أن نركز على مجالات بعينها مثل مكافحة الجريمة، جريمة الإنترنت، وحماية المستخدمين، وحماية السرية إلى آخره. وشكرا، شكرا جزيلا. أدعو المجلس الأوروبي لتقديم ورقتي. شكرا، أهلا بكم جميعا. أنا أعمل في المجلس الأوروبي منظمة الإنترنت في ستراسبورغ التي تعمل على حقوق الإنسان واحترام القانون والديمقراطية. هناك 37 دولة عضو، ومنها تركيا وبريطانيا ودول أخرى، ونحن نعمل في هذا المجال منذ عدة عقود لتعظيم حقوق الإنسان وتقليل القيود، وأيضا تحقيق الاستدامة في الوصول إلى الإنترنت واستخدامها. وتم إنتاج عدد من الوثائق بعد 2010 و2011، وإذا أردتم فكان هناك مجموعة من الخبراء الحكوميين اجتمعوا لمناقشة المبادئ حوكمة الإنترنت، وفي عام 2011 47 دولة اعتمدت مبادئ حوكمة الإنترنت، وهي 10 مبادئ أساسية. هذه المبادئ تعتبر مهمة لأنها تساعد الدول الأعضاء وتساعدنا في أعمالنا لوضع معايير للحرية والانتقال. وبالنسبة للمنتدى هذا، هذه المبادئ تساعد على تحقيق الأعمال المتعلقة بالإنترنت، وهناك مناقشات موسعة على حوكمة الإنترنت في المجلس الأوروبي، وتم اعتماد عدد من التوصيات في عام 2011 وما بعدها، ويمكن أن أعطيكم فكرة موسعة عن اهتمامنا بحقوق الإنسان والديمقراطية. حقوق الإنسان واحترام القانون من أهم المبادئ التي نوصي باحترامها وصيانتها، وأيضا احترام المساواة وفرص المتكافئة. والدول مدعوة للمحافظة على الإنترنت وحمايتها من الخطر، وأيضا هناك موضوعات أخرى سيتم مناقشتها هذا الأسبوع. هناك اهتمام بعدة محاور منها المرور المعلومات وتحقيق الاستقرار والثبات والتكامل. وهناك أيضا عدة عمليات لا مركزية تتعلق بالمساءلة والمحاسبية
هناك أيضا ثمانية معايير حول الخيارات المختلفة للإنترنت والوصول إليها والتنوع وغيرها، كلها مبادئ لها أهميتها وقد عدلت ونقشت عدة مرات في 2011 و2013. وعندما أنظر إلى المبادئ الأخرى الموجودة أجد أن هناك كثير من هذه المبادئ تم ورودها في وثائق أخرى، ويمكن المضي قدما فيما يتعلق بوضع إطار بالالتزامات. ونحن في المجلس الأوروبي نضع استراتيجية لذلك. وشكرا لكم. شكرا ليم من السيد فونسكا بنديكتو من البرازيل، لم يحضر حتى الآن. ولعلكم تعلمون أن البرازيليين بدأوا وضع مجموعة من المبادئ، 10 مبادئ، وتم صياغتها وتحولت إلى قانون أو تشريع لاستخدام الإنترنت في وهناك مبادئة بهذه المبادرة بهذه المبادئ ستتم مناقشتها في البرازيل في القمة المقبلة. هل هناك أحد من البرازيل في هذه الغرفة وفي هذه القاعة ويريد أن يدلي بدلوه؟ من حسن الحظ أنه لدينا شخص هنا من المكتب البريطاني ديفيد، كان في سيول في الأسبوع الماضي. وفي سيول هناك شبكة أو كان هناك مؤتمر آخر، وتم صياغة عدد من المبادئ التي بدأها هيج في لندن. ويمكن أن نأخذ بعض المعلومات الموجزة عن هذه المجموعة من المبادئ فيما يتعلق بعملية لندن. شكرا جزيلا دام وايلز من مكتب الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة. إن الفريق حتى الآن لم يتوصل إلى تقرير رسمي، إذن يساعدني تماما أن أتناول النتائج الرئيسة للمؤتمر المعني المؤتمر سول حول الفضاء الإلكتروني. إن الشؤون الخارجية البريطانية ووزير الخارجية في كلمته في سول أشار إلى سلوك والمعايير المقبولة للسلوك فيما يتصل بالفضاء الإلكتروني. وأعتقد أن رئيس مؤتمر سول أضاف إلى أن الاختلافات حول التركيز هي تتعلق بكيفية الموائمة بين العمليات والممارسات الوطنية وبناء على وثيقة، وهي إحدى مخرجات سول، ألا وهي الإطار مؤتمر سول فيما يتصل بأخلاقيات والالتزام بالفضاء الإلكتروني الآمن والمفتوح. هذا ما ناقشناه هذا الصباح وما أشار إليه مجلس أوروبا والOECD. وأعتقد أننا رأينا مؤتمر سول في إجراءاته ركز على أن الفضاء الإلكتروني بوصفه إشهاما ما وصفته وولف جانج بأنه عولمة لهذه المبادئ، لأنه في كل المحافل الدولية المختلفة قد تختلف فيما بينها، ولكن أعتقد أن البلدان 87 التي كانت في مؤتمر سول ألمحت إلى إطار سول واعتبرته أمرا مهما، ومن ثم ينبغي أن نتوصل ولوضع خطوات، لأنه المجتمع الدولي يتوقع منا بعض الخطوات، وذلك فيما على مدى الشهور القادمة فيما يتصل بالمجالات المختلفة لتطوير للتنمية الاجتماعية والنمو واستخدام الفضاء الإلكتروني لتحقيق هذا. إن وثيقة الخطوات التالية
تم الحديث عنها فيما يتصل بعمل وأيضا أمام هذه المجموعة للمحاولة للتوصل وجمع ووضع مبادئ مشتركة حول هذا الفضاء الإلكتروني. وأعتقد تمت الإشارة إلى عمل مجلس حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان وأهميتها في أن تدمج في هذه المبادئ. اجتمعنا الآن إلى شبكات وما تقوم بها الحكومات، ولكن في ذات الوقت الفاعلين من منظمات المجتمع المدني. إذن فأعتقد أن الداي اتش اف وما يطلق عليه الائتلاف الديناميكي للاي جي اف فيما يتصل بالمبادئ والحقوق التي تم ارساؤها، وان هناك عمل جاري بشان الوثيقه التي الان جاهزه. اذا الزميل من فنلندا، انا اعمل في المجال الالكتروني وانا امثل الان الائتلاف الديناميكي لمبادئ وحقوق الانترنت، ونحن بصدد ان نتحدث قليلا عن هذه الوثيقه. اذا لنتحدث قليلا عن خلفيه هذا العمل. في 1900 في يونسكو لحضور مؤتمر نظمته اليونسكو حول حقوق وحريه التعبير في الفضاء الإلكتروني، وأيضا ناقشنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما اشتمل عليه من حقوق، ولا سيما تطبيق المادة 19 من هذا الإعلان. وهناك ووفقا لهذه الخلفية وبدأ الاي جي اف والذي يراه الكثيرون انه منبرا مثاليا للنهوض بحقوق الانسان والحريات الاساسيه وايضا المبادئ الاساسيه لحوكمه الانترنت. والان وبعد الحديث عن انشاء بعض الائتلافات والتحالفات، الا ان كان هناك خروج وخرجنا بوثيقة مسودة خاصة بالأمان على الإنترنت، وهناك أيضا الائتلاف الديناميكي الخاص بحقوق ومبادئ الخاصة بالإنترنت. وعلينا أن ننتج ونخرج بوثيقة تدعم حقوق الإنسان في المجال الإلكتروني والفضاء الإلكتروني. وأعتقد أنه ميثاق مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنترنت، وأعتقد أن هذا يشكل إطارا مقبولا لحقوق الإنسان ومبادئ حوكمة الإنترنت. وهذا يأتي بناء على تبادل الآراء بين أصحاب المصلحة المتعددين، وهي دائما وثيقة لوضع إطار للقرارات السياسية. وأيضا أن يكون هناك أداة للتوعية للحكومات ومجموعات الأعمال وأيضا مجموعات المجتمع المدني، وهي أيضا تصاحب بعض من هذه المبادئ وأشير إليه واستخدمت بعض الوثائق المستندات الأخرى بما في ذلك المبادئ 25 مبدأ وإعلان ممثل. هذا الميثاق يشتمل على 21 فقرة، ولكن توصلنا إلى عشر أو قائمة بعشر مبادئ عريضة تلخص هذا، ويتعلق بالنفاذ للجميع وحصول الجميع عليها والحيادية وحياة حرية التعبير والحياة والحرية والأمان والخصوصية والتنوع والمعايير القياسية والتنظيم والحوكمة. هناك نحن الآن بصدد بعض التغيير وإضافة حياة لهذه الوثيقة، ولكن أعتقد أننا توصلنا إلى النسخة واحد نقطة واحد، وليس أمامنا وقت طويل حتى نتوصل إلى وثيقة متكاملة.
شكرا جزيلا، وأعتقد أن هذا الائتلاف الديناميكي الخاص بحقوق الإنترنت ومبادئها التي توصل إلى التي يطلع فيها المجتمع المدني دورا محوريا، وأعتقد أن المجتمع المدني قد توصل إلى مجموعة من المبادئ، وأعتقد أن هذا يعود إلى حوالي 4 أو 5 سنوات. أرنت أول ميثاق للأبك لحقوق الإنترنت تم إطلاقه في 2001 وتم تحديثه لعام 2006 ويشتمل على 7 مواضيع: الإنترنت للجميع وحقوق حق وحرية التعبير والتنظيم والوصول إلى المعرفة واقتسام التعلم والإيجاد والخصوصية والحوكمة. ونحن اخترنا أن نتعاون مع ائتلافنا النظير وذلك في تطوير هذا الميثاق، ولكننا الآن نعمل في مرحلة جديدة تماما، وأعتقد أن المجتمع والمنظمات لكي تعمل مع بعضها البعض يمكن أن تكون أداة قوية للقيام بالتوصل إلى مجموعة مبادئها الخاصة. هذا لا يعني أن هذه المبادئ لا تتدخل أو لا يوجد مع مناطق مشتركة مع غيرها، ولكن هذا نعمل عليه مؤخرا، وما نعتزم القيام بشأنه هو أننا بدأنا نعمل في تحليل أكثر تعمقا مثل حرية التنظيم وحرية التعبير وما قام بمجتمع الإنترنت ولجنة حقوق الإنسان، وأيضا هناك تصريح بيانات خاصة حول كيفية وضع الإطار الذي يمكن أن مقبول وبالتعاون مع الآخرين بالنسبة لمبادئ تطبيق حقوق الإنسان في التواصل والمراقبة وبمجموعة من منظمات المجتمع المدني. هذه مجموعة المبادئ التي يطلق عليها ضرورية وتتناسب مع هذه المنظمات، ونحن نبدأ الآن في بحث في النظر في الحقوق الاجتماعية والثقافية وكيف يمكن تطبيق هذه وما هي المبادئ التي يمكن أن نصل إليها مثل الجي اس من منظور حقوق التنوع الثقافي. ثم أعتقد أن هناك مجالات نهتم بها ونعتقد أنها تنم عن تعاون يمكن أن يشير الاي جي اف أو أن ننشر في حقوق الإنسان في بروتوكولات الإنترنت وورقة جودي ليديكارت وأنفري تنظر في هذا الأمر. أنا أعتقد أنه في هذه القيم للانفتاح التي كانت حتى الآن موثقة في تطوير الإنترنت والتي توصلت إليها اللجنة التقنية، هناك فرصة للتعاون مع مجموعة مجتمع حقوق الإنسان، وهذا هو العمل الذي تم به وتم. وإنني لدي بعض الملاحظات، أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة أنه ليس من الضروري لكي يترك أشخاص عملهم حول مبادئ الإنترنت، ولكن الاي جي اف هو مكان يمكن أن نجتمع فيه ونتفق على المبادئ الجوهرية لحوكمة الإنترنت، وأعتقد أنها وسيلة لتسجيل وقياس عملنا، وهو سيعزز من نفوذ ووضع الاي جي اف، وهذا يمكن أن يخلق إطارا نجتمع فيه ولكي نقيس إلى أي مدى نجحت هذه المبادئ وهل يحترمها الناس أم لا. وأعتقد أن وراء هذا هناك عمل مفصل يمكن أن يتم، وكما كان إيجر أن الخصوصية تعتبر أمرا بالغ الأهمية، وأعتقد أن هناك إشارات كثيرة لحقوق الإنسان الجميع تحدث عنها، ولكن على سبيل المثال الاتحاد الإفريقي معاهدة الجريمة الإلكترونية ذكرت حقوق الإنسان، ولكن هناك تأثيم لما يتم واستخدام الإنترنت لارتكاب جريمة جنائية. وأعتقد أننا ينبغي أن نناقش ونتناقش بطريقة معمقة
وإنني أتطلع للمرحلة التالية للIGF أن يطلع بدوري إرشاد توصل إلى توافق والتعرف وإقرار التفاوت وتيشير المناقشة. إن تيشير المناقشة هي النهج الواقعي هدف واقعي للخطوة التالية. ويسعدني أن وجود ممثل للأيزو هنا السيد لين أمر رئيس الأيزو دوك. قبل أن أبدأ أود أن أقول أن مقالته النتش يستحق كل الدعم. أعتقد أننا نتحدث عن ليست فقط مجموعة من المبادئ العريضة التي تأتي من أنشطة التطوير، ولكن هذا جاءت مناقشة مع الأيشك والآي إي والآي إي تي إف. وأعتقد أننا علينا أن نرى آثار النوعية والنقلة النوعية الجديدة لوضع معايير مجموعة من المعايير لهذا العالم. ولكن أعتقد أننا استحداث ووضع مجتمع عالمي الذي يقف يدا بيد دعما للنموذج الجديد للمعايير. وأعتقد أن هناك 5 معايير أو فئات. أولا التعاون الذي ينبغي أن يكون مفيدا، وعلى وجه الخصوص منظمات المعايير والمواصفات القياسية التي تحمي وتحترم استقلالية ونزاهة وأيضا الملكية الفكرية. المبدأ الثاني هو الالتزام بهذه المبادئ، ألا وهي العملية الواجبة والتوافق العريض والشفافية والتوازن والانفتاح. المبدأ الثالث هو التمكين الجماعي، وذلك في محاولة المجتمع للتوصل إلى والتعامل والالتزام بما تتوصل إليه منظمات المواصفات القياسية التي تقدم المثابرة والاستمرارية وتمكن من المنافسة العالمية وأيضا التحديث وتسهم في إنشاء المجتمعات العالمية. الرابعة هي الإتاحة من أجل النشر والتطبيق وأيضا التعامل مع الملكية الفكرية، ثم الاعتماد الطوعي وهو مبدأ بالغ الأهمية. وتحت هذه المبادئ الكثير من القيم التي نستمع إليها، وأيضا هناك الكثير الذي يمكن أن يقال فيما يتعلق بحرية التعبير وأيضا أعتقد أنني مرة أخرى إنها ليست هذه مبادئ للأيزو فقط، ولكن لكي نتعامل مع ما نموذج المعايير القياسية. شكرا جزيلا. شكرا لين. أعتقد أن الأمر كان مفيدا. أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة المتعددين والقطاع الخاص الذي أنشأ المبادرة العالمية. وأعتقد مارك شيركنس من الشينجس وهو جزء من جوجل ألمانيا. شكرا جزيلا على دعوتي، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. دعوني أبدأ بأن أفرق فرقا بسيطا بين المبادئ التي نتحدث عنها وأعتقد أنها بالغة الأهمية عندما نفكر في عملية التوحيد
والتوسل إلى موضوع واحد. أولا تستند إلى حقوق الإنسان، ولكننا نتحدث وإن عنوان هذه الجلسة هي مبادئ حوكمة الإنترنت، بمعنى صنع مبادئ صنع السياسات، ثم بعد ذلك مبادئ المتعلقة بالإنترنت ذاتها وهدف هذه المبادئ، وأيضا مبادرة شبكة العالمية تغطي معظمها. ولكن كما قال وولفنج، التطبيق المحدود هي حرية التعبير والخصوصية، ثم العمليات التي تدعم المساءلة وأفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك لتعزيز الثقة والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين. عندما أتناول وأصل إلى جوهر والقصد من مبادرة الشبكة العالمية، هي أولا حماية الخصوصية وحرية التعبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا إسهام حقيقي للتحديث. إن هذه المبادرة تعرف هذه المبادئ وخطوط التوجيهية للتنفيذ للشركات التي تتطلب طلبات الحكومة، ولكنها تدعمهم أيضا بتقييم عملية تقييم مستقلة التي تتحقق من الشركات التي تفي بهذه المبادئ، ثم أنها منصة لأصحاب المصلحة المتعددة والمشاركين للتعلم والانخراط في عملية صنع القرارات. عندما نتحدث عن جوهر هذه المبادئ، أعتقد أن أصحاب المصلحة المتعددة هامة للمنظمة، وهي تشتمل على جميع أصحاب المصلحة، ولكن الحكومات كما قال وولفنج هي لا تعدل من الأهداف والمبادئ لإعلانات حقوق الإنسان، ولكن ينص على أن حرية التعبير والحق في الخصوصية ينبغي أن تدمج في عالم الانترنت، ولكن يضيف أجزاء حول اتخاذ القرار المستقل في الحكومة للشركات، وأيضا في مجتمع القطاع الخاص بها، ويشجع التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددة، ليس فقط تعزيز التعاون والتنسيق، والذي أفهم أنه أحد هذه الأهداف التي يريدها الاي جي اف، بان ينخرط جميع الشركاء، وايضا مساءلة الحكومة والشفافية، وايضا مبادئ التي جاءت في توقيتها المناسب والمضي قدما في هذه المناقشات. شكرا ماكسل. والان لدينا الان 8 مشروعات مختلفة من منظمة حكومية وغير الحكومية، والسؤال الماثل: ما الذي سنفعله فيما بعد؟ هل سنواصل الحديث أم كل في مكانه، أم أن نبدأ في بناء الجسور؟ الأمر متروك أمامكم، وأنا للأخذ بهذه المقترحات. شكرا سيدة الرئيسة. اسمي رانيس، وأنا أحد أعضاء الوفد الصيني ممثلا لوزارة الخارجية الصينية. أعتقد أننا لدينا ترجمة فورية، إذن سأدلي بتعقيبي بلغتي الأصلية التي جاءت كلغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، إن وفد بلادي قد أنشط واستمع إلى العروض التي أدليت هذا الصباح بكل عناية حول القضايا الهامة جدا، ألا وهي مبادئ حوكمة الإنترنت. الترجمة لا تعمل حتى الآن، ومن ثم لا نستطيع أن نفهم ماذا تقول. على أي حال، هل يمكن أن تواصل حتى تبدأ عمل حتى يبدأ عمل الترجمة ونقلها على الشاشة؟ أعتذر
عن أي مضايقة قد حدثت لكم. هذا ليس مدعاة للاعتذار، لأن لدينا عالم متعدد الألسن واللغات، ولكن أعتقد أنه أكبر مستخدمي الإنترنت في العالم هم من الصين، ومن ثم لديك كل الحق في استخدام لغتك الأصلية، ولكن ليست لدينا القدرة لكي نفهمك، ومن ثم ينبغي أن نعثر على طريقة للتواصل. شكرا سيادة الرئيس، وأنت أكدت لي حقي في التحدث بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، إذن سأواصل حديثي باللغة الصينية. سأواصل ملاحظاتي. نحن نتحدث عن موضوع بالغ الأهمية، ألا وهو حوكمة الإنترنت. إن حوكمة الإنترنت هي الآن تتطور سريعا، وإن حوكمة الإنترنت قضية بالغة الأهمية التي تصف هذا التطور، لأن مبادئ حوكمة الإنترنت علينا أن نوضح أمرا بالغ الأهمية. أولا، عندما نتحدث عن المبادئ ما هي الأهداف التي نود أن نبلغها؟ منذ يوم الاثنين أو يوم الاثنين شاركنا في الاجتماع رفيع المستوى على مستوى الوزراء، وبالأمس استمعنا إلى كبار المسؤولين والوزراء في الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية، وهناك مبدأ الذي يعترف بالتعددية، وأننا ينبغي أن نتوخى الإيضاح فيما يتصل بهدف حوكمة الإنترنت، ألا وهو النهوض وتعزيز السلم الدولي. وإن فكرة التطوير والتنمية والتنمية المستدامة للعالم، إذن تعزيز الفهم بين الشعوب المختلفة والتعاون الذي يعود بالنفع على الشعوب المختلفة، وبناء عليه عندما نتحدث عن مبادئ الحوكمة لا نستطيع أن نغفل أهم مبدأ على الإطلاق، بينما نركز على بعض القضايا المحددة، وإلا فإننا يمكن أن نفقد التوجه صوب التطوير والتنمية في المستقبل. إذا أردنا أن نناقش هذه الأمور المحددة، أعتقد أو الأكثر تحديدا أعتقد أننا ينبغي أن نركز على بعض الأمور المحددة مثل الجريمة الإلكترونية. مثال آخر، كيف يمكن أن نتقاسم بالمساواة موارد الإنترنت؟ أولا استقراري وأماني الإنترنت، كيف يمكن أن نعزز من ثقة الجمهور العام إزاء مصداقية الإنترنت؟ أعتقد أن هذه هي القضايا الهامة المفتوحة أمام المناقشة، وقد لاحظت في هذا الصباح أنه ذكر مرارا وتكرارا كيف يمكن للإنترنت أن تعزز من حقوق الإنسان وحرية التعبير، ونحن نتفق تماما مع هذا، وهو أمر بالغ الأهمية. ونحن أيضا نتفق على أن تعزيز حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ وأيضا المبادئ العالمية وغيرها من
ما تضمنه من بنود، وهذه المبادئ كلها وجميعها بالغة الأهمية. وحدث أنني انخرطت في تعاون متعدد الأطراف يتعلق بحقوق الإنسان. وأنني أعلم أنه في عام 1948 تم الإعلان ونشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي 1966 تم أيضا إقرار عهدين آخرين لحقوق الإنسان. وإنني أفهم أن هناك نوعان من حقوق الإنسان، أولا والحقوق المدنية والسياسية، أما العقد الثاني هو الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. في 1986 اعتمدت الأمم المتحدة اعتماد آخر بالغ الأهمية حول الحق في التنمية. وفي 1993 في فيينا خطة العمل قد تم اعتمادها أيضا. إذن ما أود أن أقوله هو أننا نتحدث عن حقوق الإنسان، علينا أن نتخذ نهجا متوازنا بدلا من أن نركز على قضية واحدة بعينها. أنا من دولة النامية، أنتمي إلى دولة النامية، لأن الشعوب في البلدان النامية حق البقاء والعيش والحق في التنمية يعد من الحقوق بالغة الأهمية. إذن في عالم الإنترنت، في الفضاء الإلكتروني، الحق في الحصول على الإنترنت أيضا حق بالغ الأهمية. إنني آمل بكل إخلاص أننا في المناقشات يمكن أن نناقش في جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. على هذا الأساس يمكن أن يكون هناك مبدأ، نوع من المبادئ أو مبدأ متوازن. ولكن يسعدنا أن نرى أننا بدأنا بالفعل في مناقشة مبادئ الإنترنت الهامة، وأمل أن نستطيع أن نعمل معا مع جميع الأمم وجميع مجتمعات بغية التوصل وإيجاد بعض المبادئ التي لها رؤية وأن تكون مبادئ توجيهية على المدى البعيد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، لأن المنظور والنظرة الصينية بالغة الأهمية. إذا أردنا أن تكون لنا مظلة عالمية والتزام، ومن ثم فإن مداخلة سيادتكم والمداخلات السابقة بصرف النظر عن الفوارق، هناك مجموعة من المبادئ متعلقة بالتنمية الاقتصادية والإقتصادية وكذلك مرتبطة بالحقوق الإنسان وبالعمل الفني الإنترنت وبالبعد الاقتصادي، فما أرى من مناقشة هناك إذن سلات أو حشم تظهر لقضايا تنتمي لإحدى هذه السلال، وهذا سيسمح لنا بالمضي قدما وأن تتوفر لنا هيكلة تسمح لنا وهيكلية تسمح لنا بالمضي قدما، ونتطلع إلى أين نجد الإجماع بين 199 حكومة وبين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع المهني. فهذا تحديا هائلا، ولكن أعتقد أن الاي جي اف هي المنصة الوحيدة في العالم التي تتوفر لنا فيها المساحة لهذه المناقشات. الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست بالنموذج المثالي، ولكن الاي جي اف منطقة أفضل للنقاش والمكان الوحيد لهذا. ولقد تعرفت على زميلنا كارلوس ألفونسو من البرازيل،
وهذا جزء من اللجنة المنظمة للمؤتمر، وإذا يمكن أن يعطينا يعطينا فكرة عن المبادئ العشرة الأساسية من البرازيل. كارلوس لك الكلمة. صباح الخير عمتم، صباحا جميعا. أنا عضو إذن باللجنة التنظيمية وأمثل في الاي جي اف هناك، وأمثل المجتمع المدني، وأحد من كتبوا اثنين منهم شخصيا ولكن أتذكر العشرة. أنا أعرف ما هم ولكن لا أستطيع أن أذكر لكم تفصيلا العشرة، ولكن أعرفهم. ما هذه العملية، وهذا أهم شيء في إذن مشاركة متعددة الأطراف. ونحن نفهم أن منذ 2003 أن إذن أعضاء غير حكوميين انتخبهم ما يمثلهم في القطاع الخاص يختار أعضائه، المجتمع المدني كذلك، والقطاع الأكاديمي والمهني يختار أعضائه. فهذه هي المبادئ مع أحد الزملاء أعطاها إياها لنا. ولقد بدأنا إذن بفكرة المبادئ العشرة لسببين. أولا لتوجيهنا نحن في أعمالنا من ناحية تطور الإنترنت في البلاد، ولقد اتصل بنا القطاعات المختلفة وطنيا ودوليا لمعرفة ما نتحدث عنه فيما يخص بعض الأشياء مثل قوانين مطروحة على الكونغرس عندنا. وأنا مزهون أن البعض لم يسمع من قبل عن الإنترنت يقترح قوانين، ولكن هذا الأمر حتى الآن كان مستحيلا. الفكرة هي إيجاد إذن دليل توجيهي أو إرشادي للأمور الواجب أخذها في الاعتبار قبل اقتراح أي شيء بخصوص القواعد واللوائح التنظيمية أو ما يؤثر عمل الإنترنت في ذاته أو بيئة الإنترنت ككل. فكان هذا في البداية في 2007 عندما بدأت المناقشة، وكان الاقتراح الوصول للإجماع وأن جميع القطاعات تتفق عليه، وأخذ الأمر ذهابا وعودة. وكان هناك 15 مبدأ، وبعد المناقشة أصبحوا 7 12، وفي النهاية توصلنا إلى توحيد الرأي حول 10. وبالطبع هي متوفرة في أماكن مختلفة الآن. ثم نجحنا إلى الحصول على توقيعات ممثلي القطاع الخاص بصفة خاصة، لأن واحد من الأمور بالطبع الحساسة هي حياد الإنترنت، وهو الموضوع الذي عبرت عن رئيستنا في الأمم المتحدة في المبدأ رقم 6، والمؤسسات الدولية أو الشركات عفوا العبر الوطنية الدولية التي كانت تدير القطاع الاتصالات في البرازيل لم تريد استخدام هذا المبدأ في الإطار المقترح للمدني للإنترنت داخل مجموعة القوانين. هي نماذج للأعمال ولا يريدون أن يكون هناك تدخلا مع هذا، ولكن هذا الإطار المدني وهذه مجموعة المبادئ كانت إذن أساس اقتراح الماركو سبيل أو الإطار المدني. وفكرة إذن بناء المقترحات بدأ بنهاية 2009 على أساس المبادئ العشرة، وكان في الحقيقة ليس مجرد تشاور عام ولكن كانت مناقشة عامة. وبالطبع كل قطاع كان يريد أن يدلي برأيه، كان يستطيع أن يفرض رأيه،
على تفاصيل عمل المجتمع المدني، وهذا حتى 2011، وبالتالي احتاج وبنهاية 2012 استطعنا أن نقدم هذا للكونغرس كوثيقة ذات محل إجماع في المجتمع. والآن بالطبع في الكونغرس بالطبع هناك أو في البرلمان عندنا هناك إذن محاولات من مجموعات الضغط لتغيير بعض النواحي لمصالحها، وبالطبع واحد منها إذا حياد الإنترنت أو كذلك عملية مساءلة الوسطاء ومسؤولياتهم وحسباتهم، وكذلك احترام الخصوصية. وبالطبع وسائل الإعلام الكبرى تقوم بحملات لتستطيع محاولة قطع المواقع التي تستضيف ما يقولون أنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بدون عمليات تجارية، يريد استثناء في حالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ونحن بطبع لا نريد هذا، فنحن لا يجب أن نقبله في إطار الحقوق المدنية، والرئيسة عندنا دعمت هذا. من ثم الحقوق المدنية تدخل في الكونغرس من خلال عملية حجاج سريعة، وفي بعض أسابيع سيتحدد هذا في الكونغرس. وهذا بالطبع نحن نخشى أن جماعة الضغط واللوبي ستحاول تغيير هذا، وصفة خاصة النقاط الثلاثة التي أشرت إليها. ومن ثم نحن نقول أن هذا نصر كبير للبرازيل أن نحافظ على هذه العملية داخل البرازيل، ومنذ 2003 بالتحديد نحن نقول نحن نود لجميع الدول أن تأخذ الاعتبار مثل هذه الاعتبارات، ونحن نريد إذن أن نوضح للعالم إطار للحقوق الإنسانية وفقا لمبادئ المواطنة في البرازيل. نحن على ثقة، لسنا على ثقة من تحقيق هذا، نرجو في أسابيع نستطيع أن نحقق هذا. هذا هو في الأساس ما أردت أن أقوله. شكرا، شكرا كارلوس. وهذا مثال واضح أن عملية إذن المشاركة داخل دولة فيها تعدد الأطراف، ولكن إذا توفرت النوايا الجيدة من جميع الأطراف، لأن كل الأطراف كحكومة، مجتمع مدني، المجتمع المهني التقني، وبعض إذن الأطراف المختلفة لها هذا إطار عام يسمح للجميع برغم بالطبع اختلافات وجهات النظر والنقاط المحددة المذكورة في الخلافات بين المجموعات المختلفة، ولكن نستطيع من خلال هذا أن نضع جميع الفوارق على جانب ونتفق على مبادئ أساسية، نستطيع أن نصل إلى ما نعتبره مرجع محدد أو إشارة، فيقول البعض أن هذا ما هو نتطلع عليه. وفي المنزل دائما هناك كل النزاعات بين أطراف الأسرة، ومن ثم إذا مضينا الأمام هذا لا يعني نحن نريد إطار للخلافات، ولكن نحن إذا استطعنا نصل إلى الإجماع يكون هذا أمر جيد، أن يكون هناك إذن إطار مرجعي وتوجيه، حيث نقول هذا على الأقل ما يتفق عليه جميع الأطراف، حتى نتفادى بالطبع أي تصويت، وهذا بالطبع يجعل الأمر أكثر تعقيدا ولكن أكثر استدامة. والإطار متعدد الأطراف، وبالطبع نحن نعرف أن جودة إذن العملية التي يشارك فيها مختلف الأطراف تكون أكثر، وأمامنا 20 دقيقة فقط، لذا سنستخدم باقي الوقت لمناقشة كيف نستطيع أن نمضي قدما وما نستطيع أن نفعله فيما وراء بالي وما بعدها. سنزم الاجتماع إذن القادم في البرازيل، وربما نحن أمامنا إذن 2-3 أرجو ليكون هذا أرجو الإيجاز، وسأبدأ أول متحدث في الحديث يرجى الإيجاز. شكرا
السيد وولف جانج، هذا إذا تدريب جيد لمقارنة المبادئ المختلفة. ونحن نقول إذا هذا بالضبط منصة لمعرفة كيف يمكن التقدم في الحوار بطريقة متجانسة مع مراعاة جميع هذه العمليات الفردية. فالإشارة لأي متحدث في المنتدى، هل هناك شك في أن المواد 19 و20 من على حقوق الإنسان هل ينطبق على الإنترنت؟ وإذا كان الأمر صادقا فهل يوجد بالطبع أي شك في أن ما هي المجالات التي في مراعاة التي يجب علينا أن نركز عليها والتي تتطلب إذن المزيد من التركيز؟ Good question. Okay. هل هناك سؤال آخر؟ عفوا. Probably in the meantime, Paul السيد بول أدرسون وآخرون. شكرا سيد الرئيس. أنا من إذا المجتمع المدني في إندونيسيا، وأنا جديد في هذه المناقشة لأن مرتي الأولى أن أنضم إلى هذا المؤتمر، مؤتمر IGF. ولكن بالأمس عندما تحدثنا عن مبادئ الإنترنت، ما أستطيع أن أراه من التعقيبات المختلفة والعروض المختلفة، أستطيع أن أجد أن لا يوجد فرق كبير بين المفهوم وآخر. Look into the what OECD has. You know, عندما أنظر مثلا ما تقول عن OECD أو منظمة التنمية والاقتصاد الدولي، فعندما نرى مثلا ما يركز عليه إذا مثلا العارضين من ناحية الديمقراطية وغيره في عرضهم وفي حرية التعبير، أرى أن هناك في الحقيقة stop into this into the general understanding, not go to details. لا توجد اختلافات، عفوا اعتذر، لا توجد خلافات رئيسية، وهذا ما يجب تحترمه الدول المختلفة. فعندما نتحدث عن أطر مثلا حرية التعبير، فربما للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فسيكون مختلف مع حرية التعبير في إندونيسيا وفي الصين وفي الهند. هو سنجد أن لا يكون هناك مفهوم مشترك هناك، هذا ما أفكر فيه. فهناك اختلافات ثقافية. شكرا. هل هناك أي تعقيب آخر؟ المشاركة عن بعد من المكسيك ونيجيريا، ونستطيع أن نقسم إلى كتلتين. أولا، هل هناك مجموعة من المبادئ قائمة، وكيف يمكن لجميع الأطراف وخاصة الحكومات أن تقوم إذن بمراعاة كل هذه المبادئ؟ والمجموعة الثانية مرتبطة لفكرة عملية تفسير وتطبيق، كيف نستطيع أن نفسر وأن نطبق هذه المجموعات من الأفكار؟ أعطي هذا السؤال في الجولة الأخيرة عندما أطالب جميع أعضاء المجلس أن يقوموا ببيانات، فلنأخذ 3 أو 4 أسئلة أخرى. 1 2 3 فقط. شكرا سيدي. شبيت الريدي ودرس الاتصالات والمعلومات في الجامعة للسيدات في الهند. وهناك أسئلة، أعتقد أن هذه عملية رائعة، وشكرا للتفرقة بين مبادئ الإنترنت وبين مبادئ حوكمة الإنترنت، فهذا فارق رئيسي يجب أن نتناوله. هناك مصدر قلق من المنظور الهندي، لأننا نعرف أن الإنترنت هو شيء الحكومات تقوم بأقلمة أنفسها، وعملية ومنحنى للتعلم بطيء، وهذا أمر أساسي. عندما نقوم بإعداد قوانين جديدة وسياسات جديدة ونتحدث عن حفاظ حقوق الإنسان، فقد كثير المجتمعات المستضعفة والمهمشة
تسقط تحت تشريعات لأن التجمعات الأخرى تكون محمية. فهناك مثل فتاتين تم سجنهم لأنهم غيروا وضعهم تحديث وضعهم على الإنترنت، لكن هذا قانون كان يساعد المجتمع على حمايتهم من عملية السبامينج. ولكن من ناحية السياسات ومن نقل المبادئ المطبقة، أود أن أؤكد على عملية تشاور سياسة عامة للخير العام، ونستطيع أن نؤكد على هذه المبادئ. وأود كذلك أن نوضح سؤال، هل هناك مبادئ كثيرة نستطيع أن نتصل إليها في إجماع إلى حوالي 10 مبادئ عامة يتفق عليها بحيث الدول العامة وحكومات العالم بالرغم احتياجاتها من الاقتصادات المختلفة والاقتصادات الصعيدة تستطيع أن تتفق عليه؟ هذه النقطة بالتحديد التي نود أن نحقق في هذه الجلسة. المحصلة في 10 دقائق أن نستطيع أن نصل إلى توصية تستطيع أن تطلع عليها المجموعات المختلفة أن تصل إلى هذا. والآن أمامنا تحت ضغط الوقت مداخلتين فقط، هذه الأخيرة، وبعد ذلك نعود إلى أعضاء إذن المائدة الرئيسية ليعقبوا. شكرا لإعطائي الكلمة ليانا جالستان من أرمينيا، وأود أن أتحدث عن المبادئ التي تطبقها أرمينيا وتريد أن تطبقها فيما يخص أجيف. وسأقول أرمينيا هي دولة تواجه بالطبع تحديات في تطوير الاتصالات والآي تي، ولا قصة نجاح في التعاون مع الحكومة بين الحكومة والقطاع الخاص. أرمينيا في طريقها لإنشاء جهاز الاي جي اف دائم وتطبيق نموذج متعدد الأطراف بحيث المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومشاركة محدودة من الحكومة، وهذا بالطبع سيتم تطبيقه في 2014. والأمانة ستكون أي سوك أرمينيا التي ستكون شفافة وتعمل وفقا لمبادئ عامة، والمبادئ الرئيسية هي توفير للناس الحصول على الإنترنت وإيجاد الظروف للتسجيل أسامي الدومين وتعزيز توزيع الـ IPv6 والدينسك وحماية التعرف الأشهر وعملية تنويع التحويل والراوتينج، وكذلك ضمان حيادية الشبكات، وهي المبادئ التي يتم مناقشتها حول هذه المائدة، والعديد من الدول تدعم هذا. شكرا، شكرا جزيلا. ونحن أود كأحد مجموعات مستخدمين الإنترنت أود أن أؤكد على فكرة إلى عملية تعزيز البيانات المختلفة للمبادئ، وأعتقد أن التركيز على الحق التنمية الذي تم اقتراحه قد يساعد في هذا. وهذا إذن اهتمام متقاطع وليس بالأشياء التي يمكن أن نوضع في أحد السلال، ولكن نستطيع أن ننظر لكل مجموعة المبادئ ونقول ما نحتاجه من أجل تحقيق التنمية المستدامة وما نحتاجه حتى نجعل الإنترنت يساعدنا على تحقيق هذا الهدف. وشكرا، شكرا جزيلا. التنمية المستدامة هي بطبع فيما يبدو الموضوع الرئيسي، والآن علينا تحديد السؤال الأخير ثم نعود إلى هذا. أنا صديقي من نيجيريا وأتحدث عن نفسي، هنا سؤالين، ما هي مسألة الترتب إذن عندما كل الدول لا تقوم بالتصديق على مبادئ الإنترنت الرئيسية؟ لأننا نحن نلاحظ اليوم أن مثلا انتهاكات حقوق المرأة وانتهاكات حقوق الإنسان في مجتمعات كثيرة تتم. والسؤال الثاني بتفهم ماذا يحدث كأحد الأطراف، ما هي المنصات التي نستخدمها حتى نستطيع أن تكون هناك إذن عملية تمثيل ديمقراطي وتمثيل بالمشاركة على الإنترنت؟ سؤالين شاملين
وسيأخذ كل عمل لنا يجب عليه. ولكن حاجة مؤكدة هو أن مكتب الاي جي اف هذه المنصة، وإذا أخذت هذا على المستوى الوطني وقمت بإيجاد منصات وطنية مثل البرازيل أو أرمينيا إلى ألمانيا، لقد بدأنا كذلك في هذا، قمنا ببدء تأسيس منصة متعددة الأطراف تشارك فيها كل الأطراف الفاعلة، ونبدأ هذا على المستوى الوطني ويساعد الكثير. ونحن إذا نقوم هذا ما إذا وجدنا إذا تنوع كبير من الأدوات والمشاركين، وقمنا بتغيير هذا إلى حقائق بدل من التعامل معها كما بدأ. وفي نفس الوقت نريد أن نأخذ هذا إلى مجموعة أساسية من المبادئ شاملة وعالمية ومتعددة الأطراف. وسؤالي إذن لأعضاء الطور الرئيسيين، مدى إذن استعداد منظماتكم؟ ما هو الذي تفترضون أنه مدخل جيد من العمل تحت منصة الاي جي اف بارتباطا بها، وربما استخدام منصة التحالف الديناميكي من أجل محاولة تعميم مبدأ مشاركة الأطراف المتعددين؟ وسنبدأ إذن بكابلانك. كابلانك كان الاسم مكتوب خطأ من قبل. ما تفكر فيه منظمة التنمية والاقتصاد الدولي يعني في هذا أو الأوسيدي؟ شكرا. ليس فقط لتصحيح اسم كابلان، ولكن كذلك لتذكير الجميع أننا نتحدث باسم الأوسيدي أو منظمة الاقتصاد التعاون الدوليين. عندما تم عقد اللقاء العام الماضي في باكو كان بداية لمناقشة، وكان كذلك من أجل إذن مبدأ مشترك، واستمعت إلى مداخلات مختلفة حول الطاولة. هذا بالطبع نمد التمثيل، وقد ذكرت مثلا بعض المبادئ المختلفة، وفي مداخلة الزميل الصيني أعتقد أنها كان إشارة إلى عملية ما هي مجموعة المبادئ التي يمكن أن نقوم بمراعاتها. بالطبع نحن نود أن نشارك هذا بإيجاز، سنشارك في هذا. شكرا. الآن مجلس الأوروبي. نعم، هناك تكليف لنا حول استراتيجية للدول الأعضاء حول الإنترنت وحوكمتها من أجل تطوير للمفهوم، مشاركة فيها 47 دولة من أجل تحديد مثلا شمولية الفتح، وبالطبع حرية التعبير وحرية الكلمة. وبالطبع عندنا تكليف واضح لهذا، والحكومات تدعم هذه العملية. عندما قمنا بالتصديق على هذا الداخل الإطار غير الحكومية، فالدول الأعضاء وجد أنه يمكن مطالبة الحكومات بهذا كسياسات في السياسات الدولية والوطنية. وهذا بالطبع نعم كبيرة، وسنبدأ في العمل في عوالمنا، وبالطبع نقوم بتطبيق هذه المبادئ الحكومية الدولية في داخل إطارنا. والآن سؤالي للأرض SSD، سؤال بسيط، نعم أم لا؟ إيغور، هل الحكومة الروسية ستقف في نفس المركب وتشارك في عملية إذا تعميم هذه المبادئ؟ نعم أم لا؟ نحن ندعم الفكرة بالكامل مع عملية عولمة هذه المبادئ، وأعتقد أن أجندة تونس عملية تعميم بالغة الأهمية، وكل الجهود
لابد أن تبذل وتنسق. وأعتقد أن الIGF هو منتدى متعدد الأطراف الفاعلة، ونستطيع أن نطبق الآليات التي يمكن أن تنتج إذن المردود الذي طلع عليه. أؤكد كذلك هناك سؤال يطرح في المعتاد، هل نستطيع أن نطبق القواعد القائمة على المبادئ الأربعة والخمسة المطبقة على الاقتصاد؟ هل يمكن تطبق على اقتصاد الإنترنت؟ نعم لا، الإنترنت قام فعلا بتغيير الحكومات وغير بالفعل من لوائح وقوانين قائمة، وبالتالي نحن في هذه العملية، نحن سائرين قدما، وأفضل ممارسات بلغة الأهمية ولابد أن تأخذ في الاعتبار. شكرا جزيلا، وأنا سمعت بالفعل من المجتمع المدني. هل الإجابة نعم؟ أعتقد نعم الاي بي سي، ولا أعتقد نعم، ولكن هناك إذا مخاطر، إذا المبادئ التي أتينا إليها هي مبادئ إذا بأسس مشتركة سيكون جيدا، وأعتقد المبادئ المشتركة جيدة، ونستطيع بعد ذلك أن نتحدث عن الفوارق والتطبيقات. هذا ولكن هذا إذا يقابل برفض من الحكومات بدون مساءلة، وهذا بالطبع يستطيع أن يؤثر، ولكن لابد أن نفعل هذا مع التزام واضح من أجل القياس ومن أجل هل نستطيع أن نقوم بهذا بقوة؟ نعم، ونحن نود أن نرى عمل ودعم بحيث نستطيع أن نحقق هذا من خلال عمل أكثر وضوحا. مجموعة الجي ان اي لها إذن هدف أكثر تخصصا. نحن نعمل على عملية دولية شبكة من خلال القطاعات، أما قطاع المكتوم مع المعلومات والاتصالات، ومن نظرنا نحن على اهتمام واضح من أجل التعلم. لا أستطيع أن نستطيع أن نوقع على اجتماع، ليس ما الآن عملية توقيع الاتفاق، عملية الاتفاق نحن بالطبع سنشارك. إذن تحالف الدولي هل هو مستعد؟ سيد هل مستعد للعمل معنا؟ نعم السؤال نعم الأول، ونعم من أجل في العمل تطوير الإطار، فأنا نستطيع إذا نقوم بإعداد قائمة للتراسل الجديدة نستطيع من خلال أن نساهم. شكرا جزيلا، أعطانا رسالة واضحة لمقرر الاجتماع أن يقوم بإيجاز النتائج بحيث يكون هناك مردود محدد، نريد مزيد من التحديد فنحن الآن قمنا بإعداد 5 دقائق أمامنا فقط لغرق الجلسة، ونعطي هذه 5 دقائق للسيد المقرر. نحن ناقشنا إذن ونشعر من الإطار لا نستطيع أن نقوم إذن باحتضان مبادئ حكومة الإنترنت، ولكن هناك كثير من الأسئلة التي يتم الإجابة عليها، وبصفة خاصة كيف نستطيع أن نقوم بتطبيق هذه المبادئ التوجيهية على كل دولة. واسمح لي كرئيس للجلسة، أنا أتي من إندونيسيا، وإندونيسيا مختلفة، وهذا بالطبع إذا شبه هناك 17,000 جزيرة و450 عرق وإثنية، ومن طبع ليس من السهل أن نتحدث عن مبادئ شاملة، لأن أمور تختلف وتتنوع. وكما شرح زملائي اليوم أن هناك إذن كيف نستطيع أن نجد تنوع لمختلف الدول ومن اختلاف الأعراق،
وجميع الذين شاركوا في هذه الجلسات، أشكر الجميع، وبهذا نقوم بختام إذن الجلسة حول موارد الإنترنت الحرجة، ويعود إلى مبادئ الحوكمة الأساسية. وأقوم إذن برفع هذه الجلسة، أمرر الميكروفون إلى زميلي من أمانة الأجيف. Ladies and gentlemen, we... سيدتي وسيدتي.